مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء المتعة. شخباركم؟ Oh my God! Thank you نجمة. I love you حبيبتي انتي. شخبارهم؟ Oh my God! الهدايا اليوم زحمة هدايا. Thank you. اوكي وصلني كل التعليقات حقت لاكس وصلني. سوري يا جماعة اعذرونا. لما احنا يعني بدينا في التطبيق كنا نتوقع ان نسوي تحديث جديد قبل ما نوصل هذا الشهر، فتقدرون تحطون نية تطوير المشاعر او تقدرون تتابعون معانا بس هنا من دون لاكس. ان شاء الله اننا ما نكررها. اوكي سامحونا. وياشا شفتوا كيف ابداع؟ قلت لكم ابداع. طيب ثانك يو سارة. نجمة، هذه نجمة، نجمة من النجمات، موجودة في تيك توك. طيب يا جماعة، ما زلنا احنا نتكلم عن موضوع المتعة. اوكي نيتنا لهذا الشهر، واذا ما كنت ما حطيت النية ارجوك حط النية، بليز حط النية معانا وحط خلفية الجوال معانا. خلفية الجوال جميلة او ممتعة، انا كل ما شفتها من جديد اكتشف اشياء جديدة. طيب وبرضو الفيلم يا جماعة، شوفوا الفيلم، راح نناقش الفيلم يعني قرابة منتصف الشهر. وبرضو عندنا 8 مواد موجودة على الموقع sumaya369.net تساعدك على فهم النية هذه، فهم المتعة، إدراكها، رفع الوعي تجاهها، الوسع تجاهها، تحويلها إلى حالة لا واعية، إلى حالة واعية، اكتشاف غرابك الأسود. راح تكتشف كثير أشياء من خلال المواد حق الشهر. عندنا طاقة المتعة، وعي الضحك، الإيجابية، الدهشة، عندنا برضو الفرح، وعندنا وش بعد عندنا؟ عندنا الغراب الأسود، وعندنا الإيجابية، الفرح، طاقة المتعة قلناها، وعي الضحك، في شيء نسيته يا جماعة؟ الغراب الأسود، وش بعد؟ وش بعد يا جماعة؟ ولا هذول كلهم؟ أسرار النشوة. Oh my God، أحد ينسى أسرار النشوة؟ أسرار النشوة. أوكي مرة ثانية، طاقة المتعة، وعي الضحك، والدهشة، والإيجابية، وأسرار النشوة، والفرح، والغراب الأسود، واللعبة اللي راح نتكلم عنها اليوم. أوكي طيب، إذا تبغى خلفية الجوال أو الفيلم أو النية موجودة كلها في حسابي على تويتر، تقدر تشوفها هناك أو على إكس، وموجود برضو صفحة على الموقع. خلنا أوريكم في صفحة على الموقع عشان تتابعون معانا، ها أي أحد عشان يعني كذا ما يتوه. طيب شوفوا شوفوا، دخلت الآن الموقع، الصفحة الرئيسية، شفتوا هذه القائمة اللي هنا، تضغطون عليها بعدين في يطلع أحداث الشهر. طيب ندخل على أحداث، آخ لحظة خلنا نشبك النت يا جماعة، جوالي مسوي احتياطات أزود من اللازم. كل دقيقة يفصل النت. طيب أعيد الشرح ولا واضح؟ واضح صح؟ طيب قلنا تدخل من القائمة اللي على اليمين، يطلع لك أحداث الشهر كذا، نية الشهر، وبعدين مفكرة الشهر، وبعدين يقول لك وش عندنا وش ما عندنا، خلفية الشهر، عندك تحميل تقدر تحملها على طول، في المشار يوضح لك إياه وين تلقاه، وهكذا. أوكي واضح. طيب يا جماعة، حسيتني بالمدرسة، عيد واضح واضح.
تقول راح الوقت على الفاضي. راح الوقت على الفاضي. راح أعطينا المعلومة راح الوقت على الفاضي. ترى هذه هي مشكلة كل الحياة. مشكلة كل الحياة. ها وحنا في شهر المتعة ها. طيب يا جماعة خلونا نتكلم شوية عن الموضوع. بصراحة أنا تأخرت, كنت أبغى نسمع جزئية في من الموضوع في مادة اللعبة. بس ما قدرت أدخل على حسابي. ما أعرف شكلي ناسي الرقم السري والله أعلم. أوكي فبشرح لكم الأشياء اللي كنا بنسمعها بنشرحها بالشرح. طيب أوريدي عندنا 62,000 لايك. Thank you. شكرا جزيلا. أوكي اللعبة طبعا اللي يبغى يحضر هذه المادة لازم يكون عنده لعبة محملها في الجهاز عنده, سواء جواله ولا الآيباد ولا الكمبيوتر. المهم عنده لعبة قاعد يلعبها. أوكي هذا شرط, لازم انه انت تكون محمل على جهازك لعبة عشان تفهم انا وش قاعد اتكلم عنه. يعني قاعد اتكلم عن لعبة صح ولا لا؟ لما تقعد تلعب وكذا فأنا اتكلم عن شعورك عن وعيك عن فهمك, بسألك بعض الأسئلة كذا. فانت لازم تكون يعني داخل الجو, مو بالضرورة تكون لاعب وكذا. بس اهم شيء انك تكون عندك خلفية عن الموضوع, عندك خلفية عن الموضوع. والشيء الثاني برضو بعتبره شرط لدخولك هذه المادة انه انت تكون على درجة من الوعي, يعني فتح اللمبة. اوكي يعني عندك لمبة مفتوحة. لازم مهم تكون حضرت مواد قبل, يعني مو اول مرة تحضر مادة تطب كذا على اللعبة. طبعا لا ما يناسب اذا هذه اول مادة تحضرها ابدا ما يناسب, مرة بعيد. فلازم تكون حاضر مواد قبل وعندك درجة كذا, يعني تحس نفسك يعني مفتح شوية وانك انت يعني تقدر تسمع مثل هذه التفاصيل والطبقات والمستويات. طبعا في اللعبة تكلمت في اللعبة عن عدد من الأشياء أبغى أقول لك إياها. أول شيء كان عندي أسئلة اللعبة وأسئلة صاحب اللعبة. الآن إحنا نتكلم عن الشخص اللي عنده لعبة. أوكي عندك لعبة في جهازك, طيب مو أنت عندك لعبة في جهازك. الآن سؤال أسئلة اللعبة. الآن اللعبة اللي في جهازك هذه, في أحد يلعب معاك؟ يعني مو مرات يقول لك إنه في لعيبة معاك في اللعبة وكذا صح؟ مرات يقول لك في لعيبة, أو يقول لك أوه هذا من أستراليا, هذا من أمريكا, هذا من قطر, هذا من الإمارات صح؟ طيب السؤال الآن, اللعيبة ذولا صدق ولا مو بصدق؟ في لعبتك انت ما في, يقولون يعني في اللعبة مثلا انا العب واحدة من الالعاب مثلا, خلنا نطلع لكم واحدة من الالعاب, هذه لعبة سخيفة يعني من اسخف الالعاب. اوكي افتح اللعبة هذه, طيب لما افتحها في خانة من الخانات شوفوا هذولا مثلا طلعوا لي اللعيبة, مع انهم ما يلعبون, ما يعني مو بقطين معانا ولاعبين, بس في لعيبة. طيب السؤال الان, السؤال الان هذولا صدق انت في مخك في وعيك في ادراكك اللعيبة اللي معاك صدق ولا مو بصدق؟ في إدراكك بس, هل هم في إدراكك وانت تلعب, لما تلعب في إدراكك هم لعيبة حقيقيين ولا مش حقيقيين؟
لا لا مو اذا كنت تكلمهم، لا اذا كانوا هم يقولون لك انه في لعيبة. صدق مو صدق، صدق مو صدق، صدق مو صدق. لا الا ايه صدق تقولك ايه طبعا طبعا صدق صدق. وهمين؟ لا مو حقيقيين، مش حقيقيين. تقول انا في ادراكي اقول هذولا مو حقيقيين، مو حقيقيين صدق. من عالم اخر صدق، ما كجت في بالي. فشفتوا كل واحد عنده إدراك للعبة اللي يلعبها، سواء عنده أدلة أو ما عنده أدلة. يعني دائما هذولا مو أحد، مو أحد، مستحيل أصدق إن هذولا لعيبة. ليش ما أدري؟ يمكن هم لعيبة ترى، بس أنا مستحيل أصدق إنهم لعيبة. شفتوا كل هذولا؟ شفتوهم؟ شفتوا؟ من تايوان ومن مدري وين ومن اليابان، وهذا بالليفل المدري ايش، وهذا باخذ كم جائزة. هذولا كلهم بالنسبة لي ما ادري ليش كذا، ما اصدق انهم لعيبة. ماني مصدقة، ماني مصدقة انهم لعيبة. عاد هذه لعبتي، عرفتوا؟ اسئلة اللعبة انا راح اسألك اسئلة عشان انت تفهم اللعبة اللي انت فيها، وتفهم إدراكك في هذه اللعبة، اللعبة اللي أنت تحبها ودايم تلعب فيها. هذا المحور الأول عندنا في اللعبة، أسئلة اللعبة. في سؤال في أسئلة اللعبة يقول لك لما مثلا على سبيل المثال، الآن أنا قاعدة ألعب صح، ألعب في لعبتي، وبعدين خلنا نقول مثلا أخوك قاعد يلعب في اللعبة نفسها، كلكم حملتوا نفس اللعبة ونزلتوها في الجهاز. أنا ألعب نفس اللعبة وهو يلعب نفس اللعبة، أنا ما فزت وهو فاز، أوكي؟ واضح المثال؟ واضح الحالة؟ كلنا نلعب نفس اللعبة بس إحنا مستقلين، يعني أنا ألعب في غرفتي وهو يلعب في غرفته. أنا ما فزت مثلا، كلنا في المرحلة الخامسة، أنا ما فزت هو فاز. بعدين تقابلنا في الصالة، هو قال أنا فزت خلصت المرحلة الخامسة، أنا أقول لا أنا ما فزت. هل تعتقد إن هم ساعدوه في اللعبة؟ يعني في غش صار مثلا، أو واسطة مثلا، أو هو غش مثلاً بعدين فاز؟ تتوقع؟ تقولك لا طبعاً. لا 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 ما حد ساعده، لا 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 طبعاً طبعاً هو شاطر، طبعاً هو شاطر، مدام هو فاز هو شاطر. لا ما ساعده، هو عبقري في الألعاب. لا 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 هو شاطر، كان حظه. واحدة تقول كان حظه، كان حظه. لا بس لعب صح، هو فاز بقدراته. يقولك هو فاز بقدراته. في واحدة هي تقول يجوز في مساعدة، مش رأيكم أعطيكم إياها؟ تقول يجوز، يجوز فعلا إنه في مساعدة، ما ندري يعني، يعني يجوز، يجوز كل شيء جائز، ممكن ممكن ساعده، ما ندري ما ندري. كان مركز توك لأنه ذكاء اصطناعي، ما في غش. اللعبة ما في غش، ما في غش. طيب أوكي أوكي، جود 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 أوكي. هم الناس فاهمين، بس يبغون أحد يسألهم السؤال الصح عشان يعرفون. طيب برضو الآن خلونا نشوف
في محور عندنا في اللعبة اسمه أسئلة صاحب اللعبة. أسئلة صاحب اللعبة. الآن بسألك. الآن اللعبة اللي أنت محملها وقاعد تشتغل عليها. أوكي. سؤال. مين هو صاحب اللعبة؟ يعني اللي حط اللعبة هذه وابتكرها ويعني وصل لها وأنتجها. مين هو؟ عطني صورة كذا لهذا الشخص. رجل، امرأة، وشكله، وش قيمه، يعني عطني كذا تصور، يعني عطني صورة. من هو هذا الشخص؟ من هو؟ مراهق ذكي، أوكي، مبرمج. عطني تصور. رجل، امرأة، طوله، لونه، جنسيته، شكله، هيئته، طبيعته. عطني كذا قيمه. رجل، اوكي، تينيجر، اوكي، شخص ذكي، شاب لابس نظارة، رجل طويل، مراهق ذكي، اوكي، عبقري، رجل كان يائس من الحياة، نجحت معاه الخطة. أوه ماي جاد، أنت وين يا ماما؟ عندنا ترى اليأس. رجل عنده موهبة وشغف. رجل مطلق. أوكي. رجل. أوه ماي جاد. سوبرمان. أوه ماي جاد. ما في امرأة ها؟ رجل كوري. شاب ذكي. خشم واقف. أوكي. أنثى عجوز. شو حبيبتي؟ ثانك يو. عطتينا وجه شوي. رجل كبير بالسن، آسيوي. أصلع. اوكي، امرأة مبدعة، ثانك يو. اوكي، بس خليكم حقيقيين، قولوا لي بس الصورة اللي تطلع لكم. شخص كل وقته على الحاسب. شخص فسرين لنا شوي. شرير. اوكي، جود. اوكي، تقولك شرير. اوكي، قدراته واحلامه خير. رجل اعمال ثري. شاب فاضي. اوكي، رجل يحب الوناسة. طفل ذكي. رجل أجنبي. أجنبي يعني من وين؟ رجل آسيوي بنظارات. مبدع. شخص وحيد. Oh my god. شخص وحداني. زينة. مهندس. أوكي. مفكر. أوكي. نرجسي. لا إله إلا الله. رجل عنده توحد. طيب. شاب ذكي. رجل وسيم. طفل مهووس بالبرمجيات. عبقري، يفهم الناس، مبدع. رجل يعيش التنافس. اوكي، حلو، بدينا نتكلم عن القيم. رجل غني ليس لديه اصدقاء. امرأة شريرة واعية. او ماي جاد. يلبس معطف. يدخن سيجارة. رجل غامض قليل الكلام. انطوائي ولكن عارف قدراته وواثق في لعبة. رجل خيال واسع. شاب يعيش لوحده مع الجهاد. شاب آسيوي. Oh my god يا جماعة، شفتوا احنا قلبنا ترى على آسيا، خلاص الفكر كله راح. مبرمج. امرأة برج الدلو. مزارع. صدق؟ صدق مزارع؟ اوكي. رجل يحب التقنية. شخص ذكي وعنده عالم الخاص. رجل صيني يكره الروتين. رجل وحيد شعره برتقالي. شاب وسيم ببدلة رسمية. مراهق وسيم، عيناه زرقاواني كالبحر. هاي شكلها شوية بتكتب قصيدة. اوكي، الكابتن ماجد. اوكي، شخص مرح. طيب. رجل طويل يجلس في مكان مغلق بدون إضاءة. مصري الجنسية. ضعيف لابس نظارة. اوكي، النجاح أحد قيمه. بنت الحوتة بتصير غنية. من جدك؟ لابس كاجوال. مستحيل رسمي. تقولك لا، مستحيل رسمي، مستحيل. منظمة ماسونية. او ماي جاد، مين اللي قال من منظمة ماسونية وقاعد تلعب مكملة؟ او ماي جاد. مراهق اوروبي بشنطة ظهر وسماعات. شخص فاضي. أنثى تنافسية وغاضبة من الرجال. نورة أبغى أشوف لعبتك ضروري.
امرأة جميلة ثرية بدلة حمراء وكعب أبيض. الله أكبر الله أكبر، وش اللعبة هاي؟ شكلها لعبة أزياء. هندي متخصص إلكترونيات. أوكي أوكي أوكي. أوكي. طيب طبعاً ترى أنتم تتكلمون عن أنفسكم على فكرة، يعني بطريقة أو بأخرى أنتم تتكلمون عن شيء جواتكم أنتم بنيتم، ما حد قال لكم. صراحة صاحب اللعبة لا طلع لكم ولا وراكم صورته ولا شيء، بس كل واحد يتكلم عن نفسه طبعاً. يتكلم عن نفسه، يتكلم عن الشخص اللي وضع له اللعبة واللي يقوده في القصة. فأنت تكتشف، يعني عندنا 40 سؤال في أسئلة اللعبة و20 سؤال في أسئلة صاحب اللعبة. تكتشف فيها نظرتك للحياة، نظرتك للوعي ومشاعرك وإدراكك، ونظرتك للقيم، ونظرتك للخالق، كل شيء كل شيء تكتشف نفسك من خلال هذه الأسئلة. كائن فضائي. طيب يا جماعة، في سؤال قبل ما ننتقل لمحور ثاني من المحاور. في سؤال في أسئلة صاحب اللعبة. أوكي سؤال. طبعا الآن هذا اللي سوى اللعبة على قولتكم، مدري هو آسيوي مراهق، مدري من أوروبا، مدري من مصر، مدري كذا، يعني الآن الصورة اللي أنت شفتها. أوكي خلاص. سؤال، هو يعرفك؟ يعرفك؟ يعرفك بشكل يعني شخصي، يعني يعرف إنه أوه واو هذه هبة وقاعدة تلعب معانا، واليوم دخلت وقاعدة تشتغل، هذه مردين، هذا بدر، هذه نهى، هذا جيجي. يعرفك بشكل شخصي، بشكل شخصي يعني مرة يعرفك ويتابعك وكذا ومتابع. أوه دخل اليوم بدر، دخلت جيجي اليوم، النجمة معانا اليوم. يعني هو يعرفك بشكل شخصي يعني؟ اوكي. لا 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 طبعا لا لا، مستحيل. تقولك لا مستحيل. او ماي جاد، هو صاحب اللعبة. طيب اوكي، لا مستحيل، لا لا ما اظن ما اظن، لا مستحيل. ولا درى عني. او ماي جاد، ولا درى عني. او ماي جاد، لا للأسف. تقول لا بس أنا مهتمة فيه. لا أيوة، تقول أيوة. أوكي ممكن. محمد يقول ممكن. أوكي أغلبكم تقولون لا. ها تقول ما يعرفني بس كنت سمع عني، كنت سمع عني. أوكي أوكي، اللي ما عنده لعبة للأسف ما حس انه بيستفيد من المادة، عشان كذا انا كتبت شرط في حضور المادة ان يكون الشخص عنده لعبة ويكون على درجة من الوعي. يعرف المتميز في لعبته، يعرفني بالكود. تقول بسأل ولدي هذه الأسئلة. Oh my god، والله مسؤوليتك. على حسب، اذا انا شاطرة بيعرفني. الله اوكي. طيب كل شيء ممكن. وش اللعبه نحملها؟ والله ما ادري، هي العابك وما انا عندي العابي. يعني تقول لك اذا عرفني بيتزوجني. واضح الجوع الروحي. طيب اوكي، إذا دفعت فلوس أكيد بيحط عينه علي. عجيب، يعني لما تدفعين للعبة تعتقدين إنه هو بينتبه، يعني بتصيرين يعني في ناس فوكس عليهم، في ناس مطنشين، اللي يدفعون هذول مركز عليهم. أوكي أوكي Thank you. طيب تقول يرسل لي يقول لي يلا قومي العبي.
ممكن يعرف المتفوقين في اللعبة، يعرف اني موجودة بس سوي روحه ما ينتبه، مش فارق معاه. طيب اوكي. طيب يا جماعة، عندي محور اسئلة اللعبة 40 سؤال، بنسألك عن كل تفاصيل اللعبة وشعورها وافكارك عنها وعن اللعيبة وعن كل الاشياء اللي موجودة في اللعبة. وبعدين عندنا محور الثاني اسئلة صاحب اللعبة، نسألك عن هذا اللي تو قلتوا عنه، المراهق مدري الشاب الآسيوي مدري المرأة الحوت مدري الدلو، برضو بعد هذه 20 سؤال عن صاحب اللعبة. أوكي، بعدين في محور عندنا مشاعر اللعبة، يعني مشاعرك وانت تلعب، وانت قاعد تلعب هل انت مستمتع ولا مش مستمتع. وهنا بندخل على موضوع المتعة وين تكون، لانه في اشخاص يلعبون على فكرة وهم مو مستمتعين. يعني ممكن شخص يلعب اللي فيه كله ومعصب ومتوتر ويلعب، طب انت قاعد تلعب، انت يعني انت محمل اللعبة منزل اللعبة وقاعد تلعب، اوف الله يقلعهم اللي فيهم اللي ما ايش فيك معصب من هذه اللعبة، عصبوني. وانت تحاول طبعا لانك ما وصلت للهدف، ما وصلت للمستوى، ما خلصت المستوى، الوقت قفل عليك، فانت خلاص معصب قرفان. طب ليش تلعب مدام قرفان؟ ما يقوم الصباح ويروح ويلعب مع انه هو معصب يعني. فبس هو على فكرة هو مستمتع، يعني هو صحيح ان احنا نشوفه نقول اوه واو معصب طب ليش يلعب، بس هو مستمتع، هو مستمتع. طيب بمعنى انه الكل قاعدين يلعبون، كل مدام هو محمل اللعبة وقاعد يلعب فهو مستمتع، مدام هو محمل اللعبة وقاعد يلعب فهو مستمتع، سواء هو يعني سوى نفسه اخ ايش هاللعبة ملل، او هو معصب، او هو متوتر، او هو شاد اعصابه وهو يلعب، او هو فعلا مبسوط ومستمتع. يعني الكل مستمتع، كل الطبقات كلهم مستمتعين، بس طبعا طبقات المتعة ودرجات المتعة تختلف من شخص الى اخر، تختلف من شخص الى اخر. وفي الحقيقة هذا هو واقعنا في الحياة، يعني مرات تشوف شخص تقول يو ودي افتح له اللمبة، ودي يفهم ان القصة يعني لا تتطلب لعبة البس والفار، ودي افتح له لمبة ان ترى الموضوع ما يستدعي كل هالغضب وكل هالعصبية وكل هاللخبطة، ودي اقول لا تخاف ترى السالفة لا راحت ولا جت، يعني ترى خوفك ما لن يقدم ولن يؤخر. بس تكتشف انه هو مستمتع في القصة، مستمتع انه ضحية، مستمتع انه خايف، مستمتع انه غاضب، مستمتع انه ماخذ الريموت كنترول منه، مبسوط، عايش القصة، عايش الجو، عايش المسلسل، عايش الفيلم، فمستمتع، مستمتع. واللعبة، وجود لعبة في جهازك يخليك تفهم القصة، تفهم كيف انه طب انت تشوفهم قدامك يحملون اللعبة ويدخلون اللعبة ويلعبونها ويعصبون ويرجعون يلعبونها مرة ثانية، نفس الواقع، هم يعيشون قصة تنرفز وتعصب لأنهم هم يبغون هذه القصة، وهم مستمتعين بأنهم هم معصبين ويصرخون هي مستمتع أنه مدعوس عليها، هي كذا كذا، هي هذه متعتها، مبسوطة كذا أنها عايشة هذه القصة، مبسوطة. طيب طبعا راح تلاحظ انه في مستويات في اللعبة، راح تلاحظ انه في مستويات في اللعبة، في ناس كذا يعني مو مهمين كذا يعني مستواهم، وفي ناس شطار ممتازين متفوقين واصلين، في فرق صح في اللعيبة، في فرق، في لاعب جيد، في لاعب مستوى يعني
مرة مرة منخفض، مرة منخفض. وبناء عليه طبعا نتائج، بناء على جودة اللعب، صح ولا لا؟ في لاعب طخ 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 طخ، تقل مسولي بعد طخ 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 طخ، المسولي بعد طخ طخ طخ، شاطر مجتهد شعوره جيد وقاعد يلعب، في واحد يفتح يقول شلون هذا، ما اقول مالي نفس مالي مزاج، اكيد ما راح يفوز، اكيد ما راح ينتقل للمستوى الثاني. ونفس الشيء في الواقع، نفس الشيء في الواقع، نفس القصه، نفس القصه، في واحد يلعب صح وواحد ما له مزاج يلعب، مزدح على السرير، ما له مزاج يشتغل، ما له مزاج يسوي شيء. وفي لاعب ما هو لاعب جيد وما هو نايم ولا يبغى يلعب، اللي هو غاضب خايف متوتر قلق، يلعب وهو خايف ومرتبك، اكيد بتخطي، اكيد بتخطي. لما تلعب لعبه وانت متوتر ما راح تفوز، ممكن تضرب معك تفوز. نفس الشيء على ارض الواقع، نفس الشيء على ارض الواقع. انت كل يوم تعطينا من مشاعرك السلبيه، انت تلخبط اللعبه، تلخبط القصه علينا. كل يوم تعطي من مشاعرك السلبيه تلخبط الموضوع، ما تقدر، ما تقدر تفوز، ما تقدر، ما تقدر تكون لاعب رائع وانت عايش بهالقلق والتوتر والخوف والغضب واللخبطه والارتباك، ما تقدر. شويه بتتحرك شويه يعني، بس ما يشتغل الموضوع. ألعب وأنا خايفة، ألعب وأنا غاضب، ما يشتغل الموضوع بهالطريقة. المهم أنك أنت أثناء اللعبة بعد ما تحمل اللعبة وتشتغل وكذا وتتحول من لاعب رديء إلى لاعب متواصل، لاعب جيد وكذا وكذا وكذا، لو يوم من الأيام قررت أنك أنت تطلع من اللعبة، تشت ديليت، حطيتها في الزبالة، أوكي؟ طيب في أسئلة اللعبة، في كثير أسئلة على الديليت حقة اللعبة حقتك هذه، متى شلت اللعبة ومتى سويت لها ديليت. المهم يوم من الأيام تقررت أنك أنت قلت خلاص أبغى ألعب، خلاص ديليت. المهم دقوا عليك، مين دق عليك؟ مين دق عليك؟ التيم حقين اللعبة، فريق العمل، الشركة نفسهم دقوا عليك، ألو ألو، أنت حذفت اللعبة، طيب إيش رأيك تجي تتوظف عندنا؟ إيش رأيك تجي تتوظف عندنا؟ عندنا شاغر، عندنا شاغر، تجي تتوظف عندنا؟ شاغر يا جماعة، شاغر، شاغر في الشركة، في اللعبة، شاغر عندهم، عند الموظفين والفريق والمبرمجين وإدارة اللعبة وكلهم، إدارة اللعبة الآسيوي والمراهق وامرأة الدلو وامرأة عندهم شاغر يا جماعة، ها؟ شاغر، ألو؟ شاغر، شاغر في الشركة، إيه ولا لا؟ هاي أحلى شيء، تقولك أحلى شيء، أحلى شيء، أحلى شيء، شاغر عند إدارة اللعبة، تروح، تروح؟ أروح، أروح، يا سلام، أروح، شاغر في إدارة اللعبة؟ شاغر في إدارة اللعبة، مشينا، يلا، وناسة فلوس، تقول تحقق الحلم واتصلوا، تحقق الحلم واتصلوا، تقول لك تحقق الحلم واتصلوا، أوه ماي جاد، شاغر في إدارة اللعبة، نروح، شاغر في إدارة اللعبة، أوكي، طلعنا لإدارة اللعبة، استقبلوك إدارة اللعبة، والآن توظفت في إدارة اللعبة، توظفت، توظفت في إدارة اللعبة. المهم وتشوف قسم البرمجة وقسم اللي يحطون القوانين، وبتشوف الأقسام وكذا، وأول ما تجي يستقبلونك، ويعني يستقبلون الموظفين المستجدين اللي جايين يعني يبغون يشتغلون في إدارة اللعبة. طيب، وأول ما تدخل عليهم في إدارة اللعبة يتعرفون عليك وكذا، وخلاص انت جاي قاعد معانا وكذا، ايه بت ابغى اقعد عندكم، ما عندي مانع، يعني ودي اشتغل معاكم وكذا، يقولك تفضل، تفضل، نبغى نوريك لعبك، شفت لعبك، وش انت لعبت، تعال خلنا نشوف لعبك، خلنا نشوف لعبك كيف لعبت، خلنا نشوف،
تشوف لعبتك، تفتحون الشاشات تقعدون تتفرجون. اللاعب اللي هو انت، ايش كنت مسمي نفسك؟ ايش كنت مسمي نفسك؟ وايش كنت مسمي نفسك في اللعبة؟ ها؟ وايش كنت مسمي نفسك في اللعبة؟ ايش مسمي نفسك؟ جيجي ولا ميمي ولا 1 2 3 ولا ايوه. يفتحون لك الشاشات وكذا، يلا ايوه تذكر في المستوى الاول. يا اخي ورا ما قفزت من هنا، ليش ما قفزت؟ ليش ما قفزت؟ ها؟ تقول ما ادري، عجزت صراحه، عجزت اقفز. يفتحون لك الشاشات تقعد تتفرج على القصه. طيب يا جماعه، هذا هو المحور الاخير في اللعبه، اللي اسم المحور اللي يقول لك مراحلك في صناعة اللعبة. مراحلك في صناعة اللعبة يعني لما تروح تتوظف عندهم في شركة فريق العمل، لما تتوظف عندهم يكلمونك ويقولون لك تعال تشتغل عندنا في اللعبة، راح تكون تمر بمستويات. أكيد ما راح تصير مدير الشركة على طول، ولا في أحد يصير مدير الشركة من أول يوم؟ طبعا لا. في أحد يصير مدير الشركة من أول يوم؟ طبعا لا. فراح يستقبلونك في إدارة اللعبة وراح تمر يعني على مراحل، أوكي؟ تمر على مراحل وهكذا. يعني كنت أنت تلعب في اللعبة بس سبحان الله يعني صارت لك فرصة وظيفية ورحت عندهم في إدارة اللعبة. المهم المهم يا جماعة، كان ودي أسمعكم مقطع بس سبحان الله يمكن خيرا إني ما سمعتكم، ما أعرف ليش يعني عجزت أدخل. إيش صار؟ وش المشكلة؟ ولد المدير. طيب يا جماعة، في سؤال أبغى أختم فيه كلامي وبعدين ممكن نقدر نأخذ مثلا كم سؤال. أنت طبعا اكيد انك انت سويت يعني العاب كثيره، يعني سويت لها يعني تحميل وحذفتها، يعني كثير اكيد سويت داونلود الالعاب وبعدين حذفتها. متى تقرر تحذف اللعبه؟ متى تقرر انك تطلع وتحذف اللعبه؟ يلا قولوا لي. إذا ما نجحت، إذا حسيتها صارت مملة، إذا مليت منها، لما تصبح مملة، إذا شبعت منها، لما أمل، إذا مليت، إذا مشاعرها سلبية، إذا ما في جديد، إذا ختمتها، عندما ينتهي الشغف، إذا وجدت أفضل. إذا الطريق مسدود، لما تكون صعبة، لما ما أحس بشعور حلو، لما أوقف عند مرحلة صعبة، إذا خربت اللعبة، إذا فقدت الشغف، إذا ما عاد يغريني شي فيها، عندما لا أستمتع. إذا فهمت الفكرة، قصدك إذا فكيتيها، ها؟ إذا خلصت المستويات، إذا مليت، إذا صارت غير ممتعة، إذا طابت نفسي. Oh my God، واحدة تقول إذا صار الفوز سهل. Oh my God، Oh my God، Oh my God. إذا تقفلت البيبان. Oh my God، Oh my God، Oh my God. نفس عميق، نفس عميق.
إذا خسرت؟ إذا ما لقيت أحد يلعب معي؟ أوه واو. إذا ما في مرحلة بعدها؟ إذا نجحت لازم ترسب. أوكي. على العموم صحيح إنه الأجوبة متباينة، بس أبغى أوريكم حجم الناس اللي تقولك إذا مليت، إذا لم تعد اللعبة ممتعة راح أطلع. هذه الخلاصة حقت البث اليوم. خلاصة خلاصة بث اليوم، عشان تعرفون القيمة اللي احنا قاعدين نتكلم عليها يا جماعة. احنا نتكلم عن موضوع وسع صدري غير جو، لا احنا نتكلم عن شيء عميق، عن شيء عميق. اغلب الاجابات كانت اذا ما عادت اللعبة ممتعة راح احذفها، راح اطلع. اذا لم تعد ممتعة بطلع، خلاص انتهت القصة بطلع. اوكي، ايش يعني هالكلام؟ يعني اللي ما حط النية يحط النية. يعني اللي ما حط النية يحط النية. اوكي، مرة مهم، اللي ما حط النية يحط النية. خلاص، احسن ما نحذف اللعبة، احسن ما ان نحذف اللعبة. طيب خلونا ناخذ كم سؤال. هل متعة تكون مباراة كرة قدم؟ ممكن. ايش دخل العقل الباطن في اللعبة؟ مو انت هذا اختيارك، انت اللي سويتها داونلود، صح ولا لا؟ انت الان تدخل للسوق وعندك كل الخيارات، فكل شيء انت تختاره يعبر عن البرنامج اللي جواتك. فاجاباتك على كل هالاسئلة اللي انا قاعدة اسألها، عندي 60 سؤال كلها عبارة عن تكشف لك، تحط لك على الطاولة انت مين، وش مستواك المشاعر، وش مستوى وعيك، وش مستوى ادراكك، وش مستوى فهمك للحياة، وش تصوراتك عن الواقع، انت اي صورة قاعد تشوفها في حياتك. فهذا اختيار من اختياراتك في الحياة، وهي يعني التشابه ما بين هالقصة الصغيرة اللي احنا اللي هي موجودة في جهازنا وما بين واقعنا كثير كبير، كثير كبير، كثير كبير. بس احنا عندنا الحديث عن واقعنا صعب، لان احنا ما نقدر نشوف الصورة الاكبر، بس سهل لان نقدر نشوف الصورة الصغيرة اللي عندنا في الجوال ولا في الجهاز. سهل، سهل اجاوب على كل الاسئلة عن لعبتي اللي في الجهاز، لان بالنسبة لي صورة صغيرة. بس لا تسألني عن تصور عن الحياة وعن واقع، الموضوع يصير أصعب، وتتداخل في أشياء وطبقات وفلاتر، وتصير إجاباتي غلط. طيب هل مادة اللعبة ممتعة؟ تسأليني أنا كل المواد بالنسبة لي ممتعة بصراحة، كلها. طاقة المتعة مرة حلوة، وعي الضحك تموت من الضحك. الغراب الأسود بالنسبة لي صراحة، أنا شخصيا نقلتني من مكان لآخر، يعني لأول مرة في هذه السنة أني أنا أهتم بموضوع الغراب الأسود، ما كده اهتميت فيه قبل، ما كده. جدا جدا ممتع ومهم. اللعبة أشوف أنه ممتع، بس أشوف أن في درجة وعي أيضا، ويمكن الشخص اللي ما عنده ألعاب في الجهاز يمكن ما يستفيد، لأن كثير من الأسئلة مرتبطة باللعبة اللي في جهازك، فما يقدر أنه يستفيد. وفي بعض الأشخاص ما كد حضروا معاي، يمكن ما يفهمون إيش أقصد أو إيش الكلام اللي أقعد أقوله. فأحسن يكون شخص عنده لعبة وعنده درجة وعي عشان يقدر يستوعب الموضوع. طبعا اللعبة ممتعة.
هل الموت عن مسؤولية الأنثى أكثر من الذكر؟ كل واحد من مسؤوليته المتعة هو لنفسه. لنفسك أنت مسؤوليتك أنك أنت تمتع نفسك، هي مسؤوليتك سواء كنت ذكر أو أنثى. ألعابي كلها طاخ وطيخ. عجيب. سألت في أسئلة اللعبة عن طبيعة الألعاب اللي أنت تختارها، طبيعة الألعاب اللي أنت تختارها، راح تكتشف طبيعتك، طبيعة اختباراتك في الحياة وكذا. صديقتي تسأل تقول ما علاقة المتعة بالروحانية؟ تكلمت عن هذا الموضوع في طاقة المتعة، وتكلمت عنه في اللعبة طبعا. وهي فلسفات، يعني فيه فلسفات ترى انه المتعة شيء رئيسي في الحياة، وفي فلسفات ترى انها شيء ثانوي لكن مهم وحاضر، وفي فلسفات عندها تشديد على قصة المتعة. يعني مثلا في بعض الفلسفات تمنع الزواج والجنس، يعني فلسفات يعني كذا متشددة. يعني مثلا عندك بعض الفلسفات يكون في ناس ممنوعين من الزواج مثلا. لكن غالبية الفلسفات عندهم قضية المتعة حاضرة وموجودة، وتختلف قصة أهميتها أو دورها إلى أي درجة هي القصة مهمة. عموما في اللعبة، في مادة اللعبة، أقترح أنك أنت تحضرينها بما أنه هذا سؤالك يا ميس. في اللعبة راح تكتشف في مراحل متعددة أنه كثيرا ما يدور الأمر حول المتعة. لما تحمل اللعبة أنت في جهازك راح تكتشف أنه الموضوع يدور حول المتعة. لما تحذف اللعبة راح تكتشف أنه الموضوع يدور حول المتعة. لما تروح تتوظف عندهم يدور الموضوع على، لما تنتقل يدور الموضوع على المتعة. يعني راح تكتشف كثير من القصص أنه الموضوع يدور على المتعة. شعور المتعة يطور الجسد، المشاعر والطاقة كله، لكن الأساس إحنا قاعدين نشتغل على المشاعر. وإن كانت بعض المتع أصلا هي روحية أو طاقية، وتعرفون في طاقة المتعة لما إحنا ننقل البرنامج من اللاوعي اللاوعي نتكلم عن الأجساد، وأيضا في الغراب الأسود لما تطلع غرابك الأسود تكتشف قد يكون غرابك الأسود في الروح ولا غرابك الأسود في الجسد الطاقي. ليش ما يضبط الدفع بالدينار الأردني؟ والله ما أعرف، تابعي مع فريق العمل، بس أنا اللي أعرف إنه كل خيارات الدفع يعني مسهلة، ويعني راح يساعدونك فريق العمل. ولو فيه يعني أي شيء إحنا ما انتبهنا له، إحنا راح نكون سعيدين إنه أنت تعطينا التنبيه ونحسن الواقع. إذا ما عندي لعبة عاد وش سوي فيكم؟ أنا عشان كذا أنا قلت يشترط للي بيحضر المادة هذه إنه يكون عنده لعبة عشان تدخل معانا في القصة وتدخل معانا في الجو يعني تفهم الموضوع. تقول كأنا دفعت بالدولار من الأردن عادي. أنا أرغب بالموت بالمرة، وش الكورس اللي يناسبني؟ والله ما عندي كورس يعني يساعد على الموت. ما عندي للأسف، إحنا متشبثين بالحياة. ما عندي يعني كورس، يعني يمكن التجرد، يعني هو يشرح القصة ويشرح الفكرة ونداء الروح ويشرح النداء الثالث، بس ما عندي ولا كورس يعني يعدك يعني الموت ويطلعك. ما أدري، يمكن ما وصلت هالمرحلة. يعني تقول عندي إغلاق الاحتمال، يعني بس ما أنا يعني ما أعتقد أني قدمت الموضوع كقصة أنه يلا خلنا نسوي الإكزت.
حضري نحضر يمكن في ناس محتاجينها صدق. قصدها تبغى تطلع من الشعور، إذا قصدك تبغين تطلعين من الشعور عندنا اليأس. طيب ناخذ السؤال الخنفشاري عشان نختم، خلونا ندور السؤال الخنفشاري. سجى حبيبتي تقول أنا ما أحب ألعب أبداً، ما أحب الألعاب أبداً، وحسها مضيع الوقت وتتعب النفسية، هل هذا يعني أني غير مستمتع بالواقع؟ شوف يعني أنت بتحسبينها أنه أوه واو الوقت ضاع، الوقت راح، يعني معناها أنت داخلة في الجسد الفكري وفي محاسبة وفي جدول طول الوقت، ما المفروض أنه يكون في جدول طول الوقت؟ تكلمنا في النجاح، ما المفروض أن إحنا لازم يكون عندنا كذا ولازم يكون عندنا كذا؟ وطبعا تكلمت في اللعبة على مراحل انه في تسديدات كارمات لما تصيرها ممكن انك تصل لمرحلة من التحرر، انه ما يكون عندك هذا الجدول الكبير ولا الجدول الحاضر في حياتك. لكن كون انه انت مثلا تقولين مضيع الوقت، معناها في خلل فهم النجاح، فهم الانجازات، فهم التفوق، فهم دورك في الحياة، فهم الاختبار اللي انت تقومين فيه، واهمية المتعة في لخبطة. ايضا انه تكون هالتعب النفسية معناها انه انت في كل مرة لما تختارين لعبة تختارين لعبة تسيء لشعورك، تسيء لشعورك. انا ما عندي لعبة فيها حسبة وقت، ما عندي لعبة تحسب وقت يعني توترني، ما عندي لعبة اركض فيها. ما عندي لعبة اركض فيها للأسف، ما في ولا لعبة أركض فيها، أي لعبة أفتحها فيها ركض على طول أهون. أتراجع، ما عندي ركض، أوكي، ولا واحدة ما أركض. برضو ما عندي ألعاب مثلا تثير القلق أو التوتر، يعني إذا حملت لعبة وبديت وشدت أعصابي كذا خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، ديليت. يعني اللعبة عندي لا تقلق، لا تخيف، لا تغضب، ما توتر، ما فيها حركة، ما فيها شغل، ما فيها ألعابي كلها تفكير وإبداع. بس فكر، أيوة شلون، أها شلون أغوص، أروح في القصة، ما في شيء يوترني. فاختيارك للشيء اللي يوترك اصلا هو برنامج جوادك، هو برنامج جوادك، انت تستحثين هذه القصة في حياتك. فلما يوم من الايام تنظفين الخوف وتنظفين الغضب وتنظفين القلق والتوتر والغيرة والعار والتأنيب وكذا، تنتهي هذه القصة، ما عاد اصلا ترغبين انك انت تحملين لعبة تقوم بهذا الدور. ذلك على فكرة ترى الألعاب هي قاعدة تكشف جزء كبير من شخصيتنا ومن واقعنا ومن القصة اللي احنا نعيشها. فأنت عندك مشكلة في المتعة وعندك أزمة في المشاعر الواقعية اللي انت تعيشينها، هروبك من اللعبة اللي تتحمل في الجهاز قد يكون هو حالة هروب من القصص المؤلمة في حياتك، انك انت ما انت حالة الموضوع، ما انت قادرة تحصلين على المتعة بدون التوتر هذا. في ألعاب كثير ما تتعب النفسية، في يقولون كل مزرعة، ما أدري وش هي المزرعة، عسى اللي يحطون شو اسمه يجيبون البذور ويحطونها بعدين ينتظرونها بعدين يسقونها مرة سخيفة. سوري مع احترامي لكل لعيبة المزرعة بس مرة سخيفة السالفة، أي شيء كله تتحطه بعدين تقعد تنتظر لما ينمو كذا مرة سخيف. بالنسبة لي مرة سخيف البازل، مرة سخيفة. تقول كل مزرعة تهبل، فهي يعني شخصيات وقوالب وبرنامج. حلو انك انت تكون يعني مطلع على البرنامج اوكي وحاطه على الطاولة، يعني تكون انت افهم واحد في تقول حافظ على زراعتي، ما شاء الله عليكم. طيب يا جماعة طولت عليكم، سوري،
سوري طولت عليكم. اللي في أول الحلقة تقول تضيع وقت وما تضيع وقت، إن شاء الله ما ضيعنا لك وقتك. أحب الحرب والقتال يا جيجي. الله يصلحك الله يصلحك، الله يعينك الله يعينك. تلوين، oh my god lucky. حبيبتي أنتي so cute oh my god. واحدة اسمها لكي تحب ألعاب التلوين. كياتة صراحة لعبة ملكة الموضة. خلاص يا جماعة ما أبغى أعلق. ما أبغى أعلق. أوكي خليني بقول لكم بخلص بختم، وتعالوا على السناب بوريكم لعبتين خطيرات. طبعا بالنسبة لي خطيرات يعني، بس يمكن تضحكون علي أنتم. بوريكم لعبتين بصراحة أنا مبسوطة منهم مرة. اوكي يا جماعه اذكركم عشان كل الكلام اللي قلناه اليوم، عشان ما حد يحذف اللعبه، مهم انك تحط نيه المتعه وتحط خلفيه الجوال معانا بليز، وشوف الفيلم وخلنا نناقش الفيلم في منتصف الشهر. وبرضه اذا كنت شخص مهتم بان تفهم عمق المتعه في حياتك، وكان عندك لعبه على جهازك وكنت على درجة من الوعي، أدعوك لحضور اللعبة. إذا كان الشيء اللي قلناه اليوم مناسب بالنسبة لك، إذا استطعت أنك تفهم العمق اللي إحنا نتكلم عنه، أدعوك لأنك أنت تحضر اللعبة، لأنها راح توصلك لمعاني أعمق أكثر من اللي قلناه اليوم. الأسئلة الموجودة 60 سؤال موجودة في محورين، راح تساعدك كثير على أنك تفهم الواقع اللي أنت فيه، وتفهم المشاكل اللي انت موجود فيها. ترى فهمك انك انت تحط شيء على الطاولة هذا بحد ذاته فتح، انك تقول اوه واو واخيرا عرفت وين المشكلة، وين الخلل. فما بالك عن انتقالك لمرحلة لما يوظفونك في الشركة وتروح عندهم. في مراحل هناك كثير جيد انك انت تعرفها اذا كان عندك لعبة، واذا كنت فاتح اللمبة كذا وعلى درجة من الوعي. أوكي نشوفكم إن شاء الله بكرة. سوري تأخرنا عليكم، تصبحون على حب.